بغيت بنت بلادي اخواني اخواتي، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده وسعداء بزاف اننا كنتواجدوا بمدينه الريصاني. واليوم ان شاء الله غادي نستقبلوا واحد الفنان كبير، لا في الملحن لا في البلدي، سي عبد الكريم الغرفي. سعداء بزاف اننا كنتواجدوا هذا في مدينه الريصاني واننا كنكتشفوا ما شاء الله الناس اللي عطاو التراث وباقي تعطيو. سعداء بزاف انك معنا، مرحبا بك معنا في البرنامج. شكرا سيدي، بارك الله فيك. واول سؤال دائما اللي كنطرحه هو فين كبرتي وفين تاديتي وكيفاش تعلقتي في الملحن وكذلك في البلدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما قبل كل شيء شكرا للإخوان، شكرا للسريضة، شكرا للأخوان ديال البرنامج. كل واحد الاسم ديالو. الاسم ديالي عبد الكريم الحيوي، من موالد قصر الغرفة، قصر جديد بجمعة الغرفة، من موالد 1965. كبرت في قصر جديد وتصرعت في قصر جديد، حاليا كنسكن في الرساني. بالنسبه للفن، لهذا الفن هذا تولعت به تقريبا منذ 1986 هكذاك 85، انقطعت عن الدراسه وليت كنمشي للعلاس وكنشوف وكذا وهذا صافي، ولا في ذاك الحب ديال ديال المهنه. شكون هما ذوك الفنانين اللي كانوا في ذيك الوقيته؟ الفنانين اللي كانوا في ذيك الوقيته كما ذكر الاخ، كان سي محمد البلكبي الله يرحمه، كان سي عبد الرحمن المستاح، كان سي محمد بن معروف، كان هذا سي عمر ولدي عيش وحاليا كيقطن في السيفه، كان هذا الشاكري بوين الشاكري عبد القادر، وكانوا بزاف ديال الفنانين اللي هما اللي فيهم اللي مات، كان سي ادريس الجزائري الله يرحمه. هادو اشتغلتي معاهم ولا غير حضرتيهم؟ هادو غير حضرت لهم، ما اشتغلتش معاهم. انا كنت ديك الساعه باقي صغير. شكون هما الناس اللي خدمتي معاهم؟ الناس اللي خدمت معاهم ولي عبد الله الله يرحمه، كان شيخ حتى هو في هادشي ديال الفن البلدي، وكان عنده داكشي ديال الرقصه ديال البلدي، راه عارف الرقصه ديال البلدي. واشتغلت مع الديك الله يرحمه السي عبد الكريم، اشتغلت معاه بزاف ديال الفنانين، يعني اللي اشتغلت معاهم واللي تلمت عليه دهم كما قال الاخ. ومن ذاك الوقت وحنا مارسين المهنه وغادي فيها الحمد لله، ومازال لحد الان الجماعه ديالنا الحمد لله. يعني من بعد كنتي في الصوره انك كتحضر بزاف الاعراس، من بعد الاعراس كيفاش طورتي راسك؟ ولا من بعد الاعراس وليت تبليس، وليت كنضرب الاله ديال العود، وليت بقيت غادي شويه تدات المجموعه ديالي وبقيت مارس لحد الان. مازال كاينه مجموعه الحمد لله، كاينه سميتو كندير البلدي، كنعزف على الاله العود. وي كنعزف على الاله العود وبلدي وكلشي، اي حاجه كنعزف على الاله الملحن، نعزف على الاله ديال الايقاع كلهم، حتى شي وحده ما كتهمني. اي الحماس الحمد لله، ولكن العود هو التخصص ديالي. العود هو التخصص ديالي من الاول كاع، نعزف على الاله العود في نفس الوقت. شكرا ما شاء الله. شكون من المجموعات اللي بديتي معاهم؟ وصلت خدمتي مع شي مجموعه ولا لا؟ ما عمري خدمت مع شي مجموعه، يعني خدمتي مع المجموعه ديالي. المجموعه ديالي وليت كنخدم من وقت مولاي عبد الله يرحمه، هادشي اللي قلت لك راه اخي الله، هادي دازت مع مولاي عبد الله ودازت الديك ودازت بزاف ديال الناس. شكون هما الناس اللي كانوا في ديك المجموعه ديالك؟ في ديك اللحظه كان سيدي، كان هذا مولاي عبد الله كيقول لك الله يرحمه، كان الديك الله يرحمه هذا كاع ماتوا، كان بالغالي ديال هذه ولا السيد الله يرحمه حتى هو توفى. كان سيدي واحد السيد من السيفه كنقولوا له الوزير، مازال دابا حاليا يعني هو اعتزل ما بقاش في هذا. كانوا هذا الشاكري، كان الشاكري عبد القادر معايا حتى هو داز معايا، الشاكري الاخوان ديالو حميد وعزيز والخلافه وناصيري، كانوا ناصيري حتى هو من الغرفه حتى هو تشتغل معنا بزاف هو والاخ ديالو. ودابا حاليا اللي كيشتغلوا معنا كاين السي محمد الصياد، كاين محمد السعيدي كيدير معنا اورغ، كاين الاخ ديالو عبد الحق تيدير معنا سميتو الاله التربوكه، كاين معنا التغزاوي حسن كيدير الاله البطري،
نتوما دابا فرقه حتى التحامي فرقه وحده لا لازم تلاقاو هكذا كنمشيو مناسبات هذا كنتعاملوا هو بالفرقه ديال الفرقه ديال شي مرات تخدموا تخدموا مجموعه تكون هكا شي حاجه اللي وطنيه ولا شي حاجه مناسبه اللي كبيره ولا هذا عادي يعني كل خدام بالفرقه ديالو ولكن في نفس الوقت شي تخصص ولا شي حاجه ولا ديال شي حاجه اللي مخصصه ولا هذا كنجمعوا عادي وكنخدموا الحمد لله اللي يعرف شي حاجه كيديرها وكنتعاملوا الحمد لله اي شكرا يمكن لك تهضر لينا شويه على الفن البلدي هنا في الريصاني شنو الفرق بينه وبين المدغري ديالنا الرشيديه والشطيبي المسائل الاخرى اللي كنعرفوا والميسوري وكاع الانماط هادو ديال الفن البلدي شنو باش يتميز البلدي ديال الريصاني شكون هما الرواد ديالو الاولين البلدي ديال الريصاني اللي تيتميز بهذه الرقصات اللي قلت لك كاينه عندنا حنا واحد الرقصات خاصين بهذا الاخر كتكون دابا بحال هكا سميتو تكون المجموعه كاينين تيكونوا جوج البنادر جوج التعارج الدربوكا الخرخاش وكيكونوا داك تيكون الرئيس ديال المجموعه هو اللي تيكون مقيدين المجموعه تيزوقي وفي نفس الوقت الاخرين كيردوا عليه وفاش كتجي الرقصه كيكون معاه واحد اللي خاص اللي كيرقص معاه وكيقول داك تيكون واحد التفاهم بيناتهم داكشي اللي داروا كيديروه مجموعين هذا هو الفرق اللي كنت داك التنسيق تيكون واحد التنسيق كبير بيناتهم وعلى مستوى الكلام والكلمات ديالو كيفاش داير البلدي ديالكم هنا البلدي ديال الريصاني الحمد لله البلدي ديال الريصاني ميز بالنسبه له ميز واحد الحاله خاصه لانه هو حتى تسمع البلدي ديال الريصاني البلدي ديال الريصاني معروف كما قال الاخ معروف بالعواده معروف بالرقصات معروف بالكلام الديورات معروف وبالنسبه لسميتو كان حتى مارسو على هذا الشيء ديال الشطيبي ديال الميسوري ديال الصبوحي ديال الجرافه كلشي كنديروه الحمد لله هي. نعم وكان خرجتوا شي اغاني ديالكم في شي وقت كاينين عندي شي اغاني اللي خرجت عندي شي حاجه البلدي تقدر تقول لنا بعض العناوين ديالها نقول لك بحال كاين واحد الاغنيه تنقول فيها بغيت بنت بلادي ومعها ندير ولادي وفي ارضي وارض جدادي نعم هذه تبقى ديالي من الاخراج ديالي وكاينه واحده اخرى سنقول فيها أجيني ونجيك مرة عليك مرة عليا ويا لبنية وصبرت عليك وصبري راه طوال عذبتيني وما حنيتي فيا يا الحقدية ولا ما حنيتي والله عليك ما نسال الله يعني كاينين بزاف ديال الناس هادو كلمات ديالو هادو كلمات ديالو الحان ديالو كاينين كلمات ديالو والالحان ديالي كاينين شي ربعه بزاف ديال كاين واحد الديسك على الثالث ونزل فيه على الغربة قولوا لامي وبويا راني غادي مهاجر وعلى الغربة ما قديتها انا يا امي صبر هذا ديسك هو من الاخراج ديالي تبارك الله كاين بزاف ديال الاغنيات غير اللي تنساو لي شويه ما كاين عندنا شي خمسه ولا سته المواضيع شكون المواضيع اللي كتبغي تهضر عليها المواضيع سنهضر على مواضيع بحال هكا الموضوع ديال الام مواضيع ديال سميتو ديال شي مواضيع كتوصف فيه شي غزاله اللي كتوصف فيه شي حاجه ولا شي مواضيع حزين شي موضوع اللي حزين اللي كتحضر فيه على الام ولا على مثلك الوالي شي واحد مثلو الام ديالو ولا مواضيع حزينه طبيعه وسنهضروا حتى على الطبيعه الحمد لله الاغاني الوطنيه اغاني وطنيه هي خاص تكون هاد الناس اللي تعلمت عليه يديهم اللي تعلمت عليه يديهم من الفن البلدي كما قلت لك تعلمت الحمد لله مع مولاي عبد الله الله يرحمه تعلمت مع الديك تعلمت مع الشاكيري عبد القادر اللي تحيه لهم من عرض المنبر هذا وتحيه لجميع الفنانين ديال المنطقه بدون استثناء وخديت بزاف من مصطفى العنان تحيه شكر وتقدير ليه من هذا المنبر هذا تحيه ليه واش نتوما دايرين شي جمعيه يعني حاليا واش ممكن تهضرنا على الجمعيه عندنا جمعيه ديال الجمعيه ديال السي عبد العزيز المغراوي المستقر في المنحل بالرصاني تبارك الله تاسست تقريبا منذ 2005 حتى الان شكون هما الاعضاء ديالها الأعضاء ديالها حاليا كنت أنا الرئيس أنا كاين محمد السعيدي كاين محمد الصيد نائب الرئيس محمد السعيدي محمد عبد الحق السعيدي كاتب النائب ديالو عبد الحق السعيدي أمين النائب ديالو العربي السعيدي الكاتب حسن التغزاوي النائب ديالو وكاين المستشارين كاين يوسف بوركي كاين عبد الواحد صديقي نسبك لهاد الجمعيه واش انها كتكون دابا حاليا شباب في الملحن لا في هاد الساعه ما كنكونوا والو
نكذبش عليك في هذه الساعه، لان علاش امكانيات ما كايناش، والمنطقه عندنا مهمشه بزاف، ولا مهمشه جدا ماشي، وما تتلقاش دعم، وما تتلقاش شي واحد اللي يقويك واللي يساعدك واللي يزيدك القدام، ما تتلقاش حتى الان. ما يعني حاليا الجمعيه انها محتاجه لدعمها، محتاجه لدعمها باش تكون شباب، باش تكون شباب وتكون كذا، وبالامكان ديالي ندرب شباب اللي مازال كاع ما كيعرفوا والو، نكونهم حتى يوليو فنانه، ولكن الامكانيات ضعيفه وما كاينش اللي تساعدنا، ما كاينش مساعدات لا من جهه المعنيه ولا من جهه الجامعات ولا من هذا ولا ما كاينش اللي تساعدك شي حاجه ولا هذا. يمكن لك تطلب كاع المساعده ولا تدفع الملف ديالك شي واحد لهذا، الا ولا تجيب صفر درهم. شنو هو الطموح ديالكم انتم من خلال الجمعيه؟ شنو الاهداف ديالكم؟ الاهداف الاهداف ديالنا هو احياء التراث، احياء التراث البلدي والفن المحلي، هذا هو الهدف ديالنا. حنا هذا هذه فرصه نيت من هذا المنبر ديالنا ديال هذا البرنامج وهذه القناه ديالنا، هذه فرصه ان مناشده لهاد الناس وهاد المسؤولين هادو باش يعيدوا النظر في هذه المسائل ديال الفن. اش غادي نقول لك؟ ديال الجمعيات الفنيه والجمعيات المحافظه، الله يجازيهم بخير، يعيدوا النظر في هذه الفرصه باش يرجعوا للنظر في هذه، يعيدوا النظر في هذه. بالنسبه للناس ديال مديريه الثقافه دايرين عليهم، ولكن بالنسبه لهم ما يمكنش، راه ما كانش صدفوا الجهود، وكانوا جامعات كيعاونوك ويعاونوك الناس اللي مستهدفين من كل الجانب، راه ما يمكنش. الناس ديال الثقافه هما ساعدونا الحمد لله، حنا غاديين وتنحصلوا على البطاقه الفنيه الجميع دابا ان شاء الله، كاع اللي تيمارس الفن راه عنده الحق ياخذ البطاقه ديالته. نعم، ومازال ان شاء الله غيكونوا مهرجانات، مازال غيكون هذا، ولكن يد وحده راه ما تتصفقش، خاص تضافر الجهد. ما كاينش تضافر الجهد، ما يكون حتى شي حاجه. تنتمناو المجالس الجهه، وتنتمناو اي تنتمناو من المسؤولين يعاودوا النظر في هذه القضيه هذه، باش يبقى هذا الشيء، باش يبقى الفن هذا مستمر، ما ينتصرش ان شاء الله. يا شكرا، الله يبارك فيك. شنو هما المهرجانات اللي شاركتوا فيهم؟ شاركت بزاف ديال المهرجانات، شاركت في مهرجان هذا الملتقى، على الملتقى ديال سيجماس شاركنا فيه عده مرات، شاركنا في مهرجان مراكش، شاركنا في مهرجان تالودانت اللي في القريحه، شحال من خطره، شي ثلاثه خطرات ولا اربعه تقريبا، راه تنمشيو حنا والاخ حميدو. شاركنا في بزاف ديال المهرجانات، شاركنا في ديال مكناش، شاركنا في ديال تيزنيت، شاركت في مهرجان ديال النيف اللي كيكون بمناسبه المنتوج ديال الكمون. نعم. جوج المرات ولا هذا. وبالنسبه للاعراس وهذا، راه ما خلينا حتى شي مدينه تقريبا في المغرب اللي ما دايزين فيها. الحمد لله. الحمد لله. اي بارك الله. وحنا تنعرفوا عليكم الناس ديال الريصاني وملاعلي الشريف، ناس ما شاء الله ديال العلم والفن، ويعني فاش ما بغيتيهم تلقاهم الحمد لله، ومحبوبين على الصعيد ديال المغرب كامل. معروف كما محبوبه الناس ديال الرشيديه ولا الفود ولا الريصاني، هاد الجهه كلها كتلقى هذا الاستحسان من طرف بقيه المغاربه الحمد لله، في بقيه ربع الوطن. نعم. سي عبد الكريم، كاين واحد القضيه انت كتميز بها، انك تبارك الله عليك كتكتب جدي، باش نقدروا نشوفوا اعمال ديالك مستقبليه، نشوفوا كتابات جديده اللي تغنوا بها ان شاء الله الشباب. ان شاء الله، ان شاء الله. انا حاليا في هذا سميتو حتى انا السي محمد الصياد دايرين في سميتو، بان غادي ان شاء الله نعاود نجددوا شي حوايج، نعاودوا نخرجوا بهم على ارض الواقع. انت بلدي ولا؟ لا بلدي. بلدي ان شاء الله. ان شاء الله تبارك الله. وشنو هما الالات اللي غتعتمدوا عليهم؟ الالات اللي كنعتمدوا عليهم حاليا تنعتمدوا على العود والكمان السنتي والاورغ. اي الاورغ يعني كان الادخال ديال الالات العصريه ضروري باش تتماشى مع ضروري في هذه الساعه دابا، ضروري خصك تدخل الالات العصريه. نعم. كاين عندنا الناس كما قال سميتو العواد، راه كاين عندنا النيره ضروري، النيره راه بالنسبه للبلد ديال هنا، بالنسبه للعراسات وبالنسبه لهذا ضروري، النيره ولا الغيطار ضروري خاصها تكون، ضروري خاصها تكون مع المجموعه، ضروري خاصها تكون مع المجموعه. نعم. وتنتمنى لكم التوفيق. شكرا بارك الله فيك. وتنتمنى لكم ان شاء الله مسار فني متميز ان شاء الله. شكرا لكم. وتزيدوا بهذا الفن ان شاء الله القدام. ان شاء الله. وكل واحد من جهته. لا احنا راحنا في الرشيديه، ديروا اللي قدرنا عليه، انتم هنا في الريصاني ديروا اللي قدركم الله عليه. تسمى الله يكثر خيركم، راه هذه البادره طيبه الصراحه، وتنعتزوا بها. الله يحفظكم. وشكرا لكل من ساهم من بعيد او من قريب. شكرا لكم، شكرا لكم لانكم وفقتوا انكم تكونوا حاضرين معنا في البرنامج. الله يهودي، الله يهودي، مرحبا. نسولوا كذلك باش نشوفوا العلاقه خاص اللي كتجمع بين البلدي ديال الريصاني وديال الناس ديال الرشيديه، شكون من الناس اللي تلاقيتي بهم اللي تيغنيو في البلدي في الرشيديه؟
تلاقيت بزاف سيدي، تلاقيت بالعنان شحال من خطره، تلاقيت انا وياه في علاسات وتلاقينا في هذا ومشينا عنده. وكاين سي عبد الله هامي، كاين ابو يوسف، كاين هذا سي محمد الجلولي، كاين ذاك القديح، كاين بزاف ديال الدراري اللي كنعرف انا هكا في سميتو اللي تلاقينا حنا وياهم ومارسنا حنا وياهم، تلاقينا في مناسبات. نعم نعم. وميح ديال الزريقات، هي ميح ديال الزريقات. وبالنسبه لهادو القدام يعني ديك لابيريود ديال باعوت وداك الشيء ما حضرتيش؟ لا ما حضرتش لهم، غير كنسمع بهم صافي. بالنسبه لهاد ما عمرك ملي كنتي صغير سمعتي بين راه باعوت جا للريصاني؟ لا سمعت بيه باعوت وسمعت بقويدر. قويدر كاع ملي كنت صغير كاع حضرت كاع شي قصاير ديالو، ولكن باقي غير صغير مازال ما كانش شي قويدر ديال ارفود. ايه ديال ارفود. ايه شي قويدر باقي دابا حاليا ولادو اللي راه كاين واقيلا واحد في الراشيدي واحد في ارفود. ايه تحيه لهم من هذا المنبر، وتحيه للناس ديال الرساني عامه والناس الرشيديه. نعم. وتلاقيت سيدي السي محمد الكبير تا هو العقل عليه شويه، تا هو العقل عليه شويه. ولا كنت انا في ذاك اللحظه تنقص غير مع العيال، تنطلع في ديك الطاقه ديالها يعني. هي مازال غير صغير يعني، كنكون مع الوالده ديالي ما يمكنليش باش نكون. لا لقاش في ديك اللحظه ديالو هو كان هكا اللي صغير بحال اللي كان. ما خليهوش يخليوكش، ما توصلش كاع حتى باب الدار فاش كان خساره. كانت واحد القيمه على الفن، على الفن بزاف. وكانت ديك الساعات ما كانوش كاع هاد الالات، ما كانش هاد المكبرات وكذا. ملي كتسمع راه جاي شي فنان تلقى ديك السنه كامله تصور تصور من باك دابا العود، دابا تسمعوا بحال اللي كاين في المكبر، هو ما كاين لا مكبر لا حتى شي لعبه. علاش؟ لان ما كاينش دابا ما تتزعقش، كلشي جالس للارض وكلشي كيتصنت من شي واحد. الا هضرتي ولا تكلمتي ما كتشفق براسك، كتلقى راسك ليه برا رجوك الله يعاون. ما يهضرش معاك شي واحد بعد ما شاء الله. كانت وقيته زوينه، كانت القصاره حتى دابا ان شاء الله مازال حتى دابا الحمد لله. مازال حتى دابا حتى كاينين حتى دابا في المناطق اللي مازالين زعما بحال كما ذكرت لك قبيله الناس ديال بودنيب وهذا. مازال الحمد لله دابا القصير عندهم بحال القصير ديال زمان. مازال اللي حتى الان القصاره عندهم، وراك مشيتي لتما وشتي. اييه شينا المنطقه ديال السهلي. اي السهلي تا هما كيحبوا الملحول. تحيه للناس السهلي. اي تحيه للناس السهلي، كيحبوا الملحول ويحبوا العصري ويحبوا يعني تحيينا على جميع الالوان. واخا عاود لينا شويه على القصير ديال بودنيب. القصر ديال بودنيب سيدي، ملي كنمشيو كنمشيو تنمشيو ملي كنبغي نمشيو لبودنيب وتكون القصر في بودنيب كنقلعو هنا من الصباح باش خصك تغدا تما. ضروري الغدا تما، واخا القصاره بالليل، واخا القصاره ضروري الغدا ديالك خصك تمشي تغدا تما. وملي كتغداو بواحد شويه كنرتاحوا شويه، داك الشيء هذا كيخرجوا هما العريس لواحد الواد عندهم تما، تيخرجوا من الصباح تيخرجوا تما. التقاليد ديالهم كنخرجوا بداك الشيء ديال التبوريضه وكذا وسميتو هذا. لان مازال عندهم حتى الان كاين شي فئه منهم كيديروا البارود، تيديروا داك الشيء ديال البارود والخيل وكذا وهذا. كنخرجوا باللعب وهذا وغادي حتى سميتو. ملي كنوصلوا للواد كنهزوا العريس من تما غادي نوليو ندخلوه. ملي كندخلو عاد كنتعشاو ديك الساعه تبدا وتعاود نوليو تبدا الالعاب الثاني. خص الملحون ضروري يبداو ضروري ضروري البدايه ضروري. والبلدي حتى هو مهم، تبدا بمداح ولا كذا ولا ملح كما قال عاد. البلدي في وسط الليله كيكون ديك الساعه البارك البلدي، هراك العصري، هراك الشرقي، هراك اللي بغيتي. ديك الساعه تولي تتخلط القضيه. سبحان الله. وتحيه للناس ديال بودني النار، تحيه للناس بودني النار من البراده، وتحيه للسي عبد الوهاب، تحيه للناس مكناس، وتحيه للمغاربه كلهم على خارج الوطن وداخل ارض الوطن. ايوا سيدي الحديث معك شيق. شكرا وما تخليناش بيا استاذ معك. الله يحفظكم وتنشكركم على حسن الاستقبال وحسن الضيافه ديالكم عندنا في الريصاني في مولاي علي الشريف. مرحبا سيدي الله يبارك. وكما كنقولوا شي رجال البلاد. شنو غادي تسمعنا؟ شي حاجه ان شاء الله من التراث البلدي؟ كاين شي حاجه معينه ولا تخليها؟ خليوها مفتوحه. بغيت نعينوها العيله ما كاينش مشكل. نسمع لكم هذه الاغنيه اللي قلت لك ديال بغيت بنت بلادي. نعم. قلت لك من الاخراج ديالي نسمع لكم ان شاء الله. ان شاء الله. نسمع الكلمات ديالها وحكموا انتم كيف ان شاء الله. مرحبا بك. مطلوبه دابا العرس اللي مشينا له راه ضروري خصك تغنيها، حتى ما غنيتيش راه كيبقاو عليك. قول ضروري خصك تقول لهم بغيت بنت بلادي. صافي ان شاء الله. يا سيدي تبارك الله عليك. شكرا على هذه الحلقه المتميزه معك. شكرا. شكرا لك سي عبد الكريم. شكرا للطاقه الكبيره.
بنت بلادي.